أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب يبين معاني مفردات جديدة، يفسر الآيات الكريمة، يتعرف على شهداء الصحابة. شهداء الصحابة الكرام على ثر الأردن، استشهد عدد من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثر الأردن، منهم شهداء معركة مؤتة. والأردن عزيزي الطالب هو أول بلد دخل إليه الإسلام بعد الجزيرة العربية، فقد وصلت إليه الدعوة الإسلامية في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الصحابة الكرام الذين استشهدوا على ثر الأردن قادة معركة مؤتة الثلاث: زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زيدا حبا شديدا، فاشتهر زيد بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام. كان زيد رضي الله عنه اختطف من أمه في الجاهلية وهو صغير، وبيع في السوق إذا اشتراه حكيم بن حزام للسيدة خديجة بنت خويلد، وبقي في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع سنين حتى علم أهله بمكانه، فطلب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدوه إليهم، إلا أن زيد اختار البقاء مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، والله لا أختار عليك أحدا. فتبنى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الناس زيد بن محمد إلى أن حرم الله تعالى التبني. قال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أيضا عزيز الطالب، زيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم، إذ أمر الله تعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواج من ابنة عمته زينب بنت جحش بعد طلاقها من زيد لتأكيد حرمة التبني. التبني هي عادة جاهلية انتشرت في العصور القديمة، فقد كان الرجل يجعل ولد غيره ابنا له وينسبه إلى نفسه ويورثه كما يورث أولاده من نسله، حتى جاء الإسلام وحرم هذه العادة. قد شارك زيد رضي الله عنه في عدة معارك مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل بدر وأحد والخندق وخيبر، وعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا لعدد من السرايا، ثم اختاره ليكون القائد الأول لجيش مؤتة في أول معركة للمسلمين خارج الجزيرة العربية، وقاتل بشجاعة حتى استشهد في سبيل الله تعالى وعمره 55 سنة. أيضا الصحابي الثاني هو الجليل سيدنا جعفر بن أبي طالب. أيضا سيد جعفر هو ابن عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس به خلقا وخلقا، وكان من السابقين أولين الإسلام، فقد أسلم في بداية البعثة النبوية وهاجر إلى الحبشة حين كان عمره 25 سنة، وأصبح سفيرا للإسلام فيها ولبث فيها 15 سنة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة بعد صلح الحديبية. سورة الإسراء ترشد الآيات الكريمة إلى مجموعة من التوجيهات تتعلق بالفرد والمجتمع، هي رعاية الأقارب والمحتاجين. تحث الآيات الكريمة على صلة الأقارب والإحسان إليهم وتفقد أحوالهم، لا سيما الفقراء منهم والمحتاجين، وتفقد أبناء السبيل وهم المسافرون الذين انقطعوا عن أهلهم وأموالهم، وتقديم ما يسد حاجاتهم ويغنيهم عن السؤال، في ذلك أجر عظيم. ثم توجه الآيات الكريمة من لم يتمكن من الإنفاق على الأقارب والمساكين لضيق في الرزق أن يرجو رحمة الله تعالى، عسى أن يفتح له باب الرزق، وليقل قولا جميلا لينا لمن سأله حاجة ولم يقدر عليها. أيضا حرمة التبذير، التبذير هو إنفاق المال في وجوه الصرف غير المشروعة، أما الإنفاق في الزكاة والصدقة وبذل حقوقها فلا يعد تبذيرا، وتحذر الآيات الكريمة من خطر التبذير. فإذا أنفق الإنسان دينارا واحدا في الحرام، مثل إنفاقه على المخدرات، المسكرات، دفع المال لشهادة الزور، فإنه يعد مبذرا، وقد ذم الله سبحانه وتعالى المبذرين ذما شديدا حين شبههم بالشياطين بسبب تبذيرهم. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذر شبيه للشيطان في كفره بنعمة الله تعالى ورزقه، إذ أنه ينفق ماله في الباطل وفي كل ما حرمه سبحانه وتعالى. الاعتدال والتوسط في الإنفاق، تشير الآيات الكريمة على النهج الصحيح في إنفاق المال، وهو التوازن والاعتدال فيه من غير إفراط ولا تفريط، فالبخل والإسراف مذمومان، والاعتدال في الإنفاق هو النهج الصحيح. شبه الله سبحانه وتعالى حال من يبخل على نفسه وأولاده بمن قيدت بيداه وربطناه إلى عقبه فلا يستطيع أن يتحرك،
وشبه المسرف في الإنفاق بمن يبسط يده لينفق جميع ما فيها، لأن الإسراف في الإنفاق مذموم وإن كانت المباحات، وهو يذهب بالمال ويوقع صاحبه في الندامة فيبقى مذموما بين الناس. شاكرة لكم حسن استماعكم وتعاونكم.